هالويكند كان حافل بأخبار متعبة وقاتلة للقلب إذا فينا نقول، وكان في خبر إيجابي أخذت من أحمد ياسين 3 تويتس كتير حلوين، لأنه أحمد واضح أنه بيعبر بطريقة كتير حلوة. أحمد حكي عن تمارا حريصي وقال أنه ضحية جوزة المعنف حسين فتوني، وأنه المعنف رجل مريض، وحكي كمان عن جريمة الطفل محمد خولي ورميه بالنفايات، وقال أنه يمكن هي أصدق الرسائل وأشد ألماً للعنصريين على أن القاتل لا هوية له غير الإجرام. ولكن اخترت لليلة الشيء الإيجابي يمكن بحق لبنان، واللي عامله مايكل حداد بالتحديد، كلنا بنقول له لايك كبيرة لمايكل حداد، يتحدى الإعاقة وتسلق صخرة الروشة متكلاً على زنوده لرفع وزنه الكامل ليزرع علم لبنان ويقول يا جماعة في البيئة وفي الوحدة بيناتنا، هو الشغلتين كتير مهمين بهالرسالة اللي قدمها مايكل. بدي أشكر أحمد ياسين على كلامه كتير حلو بهول الثلاثة تويتس اللي بتمثل كل اللبنانيين، يمكن ذهنية كل الناس المنفتحة. ورح أعمل بوست اليوم لستاتس اليوم اللي هو مايكل حداد is a champ، برافو يا بطل. إذا بوست سمحت لحالي يا أحمد أنه أقول هذا الحكي منك ومن كل اللبنانيين. الليلة ضيفنا اختار على البول جملة كتير معبرة، بيقول حكمة ورياضة، إذا عماتش ما اتفقنا كيف بدنا نتفق على رئيس للجمهورية؟ إذا أنتم موافقين الشعور اللي عم بيحسوا ضيفي اليوم بتحطوا لايك، إذا أنتم كمان عندكم اصطفافات معينة بتحطوا ديسلايك. الليلة لايك بيتر سمعان لايك. مش عارف إني بدي بلش معك لأنه بتعرف تحكي بكل شيء أنت. هيدي الشهادة بعتز فيها إنه الواحد يقدر على القليل يواكب الأشخاص اللي قباله، وانا بعتز انه بوقف قبالك. دبل هاي اكزاكتلي. بدي بلش شوي ب يعني قال شغله كثير حلوه احمد ياسين، انه قصه انه الطفل السوري اللي كان مغتصب ومرمي بهالطريقه الوحشيه، وحكي عن الناس العنصريين اللي احيانا بدوروا انه شو هويه القاتل وشو هويه المقتول لينسبوا لناس معينين صفات بس بناء على انتمائهم. بتصور هدول الناس يمكن اوقات بيقولوا انه في محلات لازم تعملي ريهاب اذا انت كنت بتتعاطي مخدرات تيحاولوا يصلحوك تترجعي على الحياه. الناس اللي عندهم هالقد عنصريه واللي بينسوا الحاله الانسانيه اللي صارت من وراء الحدث وبيعلقوا بهيك طريقه تعليق، لازم يكون مرتكب الجريمه هو من هيدي الجنسيه او عيب. يعني شيء ايام عيب جدا عيب. فعلا لانه الانسانيه هي ابعد من هويه. مجرم مين ما كان، يعني ما خصه بجنسيته ولا بدينه يعني. أكيد. مايكل حداد امبارح عمل انجاز وكلنا مبسوطين فيه، بس انا جربت افتح الفيسبوك لاشوف قد ايه في ضغط على هذا الموضوع، تفاجات ببعض صور المايويات على الفيسبوك. شو رايك لما احيانا كثار من الستات والرجال بتصوروا بالمايو بس بحطوا ابنهم على اجرهم او ابنهم تما يبين انه بريئه الصوره، يعني والرجال اللي بحجه الرياضه بيشلحوا كمان؟ خلينا نعترف انه نحن بعصر انحطاط، الانحطاط وقتها بيطالك مش بس بالاخلاق، بيطالك بكل المجتمع، ان كان ثقافي او فني اتسترا اتسترا. الاستهلاك للميديا والسوشيال ميديا والتصوير والسيلفيز واتسترا اتسترا صار هو هلا الهيب تبع العصر. هلا مش غلط اذا اتس هابي ايشو، يعني مش غلط اذا في فرح، بس انه في شرح زياده عن بس في فرق اوقات بين ما هو في عندك خيط صغير بينك تكوني فولجر وبينك تكوني اب تو ديت وان بس بطريقه مرتبه. بس في حاجه لانه ضوي لحقنا كلنا، هيدي من عندكم مبلشين عم تعدونا؟ ليش مش من عندكم؟ مين اليوم الإعلامية مثلا؟ أنا اليوم خصني أنا غبت سنة ونص على الهواء، أنا بعد بالبيت لما بدي لك شغلة. اليوم أنا بيوصلني مسجز على الفيسبوك من حيالله حدا أنه بده يمثل، حتى وصل القول قلت إذا أمي المتوفية رجعت على الأرض بصير بدها تمثل. بس مش غلط إذا عنده موهبة بيتر؟ أكيد مش غلط، بس هي لعبة الضوء هي لعبة مثل الفراشة، أوقات إذا بتقربي كثير من الضوء ممكن تحرقك. بس انت مش شايف انه هي حاجه للعاطفه والاتنشن اكثر ما هي حاجه؟ ما عم بقول لك يمكن لانه نحن قد ما عم ننسى بعضنا، ما عم نحب بعضنا، ما عم بقول لك قد ما العصر هو عصر استهلاك، صار الواحد بده يحاول وين بيقدر يكون في عنده شيء اتراكشن تيروح عليه حتى لو هيدا المحل كان عم بيحرقه. طب بدي مثل بليز. خلص؟ شو حتقول عني هيك لنشوف؟ لا بقول حقك تجربي وحقنا نقول انه ريما بتنفع لهيدا الشيء او لا. بدي اجيبك تقدم البرنامج بدون ما اقول حقك تجرب، لا اكيد بتزبط. انا محلك اكيد ما بزبط. خلينا نشوف الروبرتاج الخاص فيك. يلا بيتر شبح ليوا افندي، سبورتيف، اشقر، طويل، مهضوم، كل المواصفات للنجاح القوي قوي قوي بالشغل
ومع الصبايا. بيتر بيزبط عارض أزياء بقوة كمان، ولكنه اختار التمثيل وهو مبدع باحتراف. تفصيل الشخصيات بضل أحلى من تفصيل التياب. بيتر تخرج من المسرح بس ما بيعرف يمثل إلا أمام الكاميرا. هو بحياته كتير ديركت وكتير كول، عدا بعض الشيطانات القديمة البريئة، تزوير علامات من هون، هريبة من المدرسة من هون، بس هيدا كله صار من الباست. اليوم بيتر is completely a different person. بيتر ما بيتخبى ورا إصبعه، سكس ما بقدر عيش بدونه، ولاد مش مشكلة إذا أجوا بلا زواج. واضح إنه بيتر مصاب بالحرية المرضية. أما فيما خص الغرام، بيتر بلش عبكير من عمر 12 سنة، بس مع إنه بلش بكير ولازم الخبرة تكون كتير كبيرة، بعده بيتر lost completely lost، حاله مثل حال البحر، مد وجزر وما في قرار. أقولكن رح تعلق السنارة شي مرة، وإذا صاروا علقت اوعى حدا يقله لبيتر حب أفلاطوني ما أفلاطوني. الزلمة واضح let's get physical وواقعي وعارف بالضبط شو بده. بالصداقات الفنية بيقول بيتر داخلي يا صبي من هالجو العصبي، كله هالجو ما بده إياه، بده جزيرة إله لحاله يسمع فيها لحن رايق ويعيش بلا ضجة القيل والقال. قال صداقات بالفن، قال حب عذري، قال يا ريما أنا زلمة down to earth لدرجة الجنون والألم. يعني ما بعرف ريبورتاج ولا مرة حدا عامل عني، وخاصة بيتر بالباست وبال بالإير كمان. حبيت كتير بس بلش الصورة بالويوعة، صيرة اللي كنا عم نحكي لما يبين تناقض. لا ما عم بقلك عادي، بالعكس هيدا مش مقصودة، مش مقصودة طبيعية. لكن أنا كل شيء مع الطبيعة حلو، المهم انك ما تدعي بس بالصوره. بس طريقه الريبورتاج يعني حاولت تعملي كل شيء عني بطريقه بتشبهك، بتشبهني 100%، حتى الجرافيكس والاشياء. خلينا نروح على الاكسبت والبلوك، لانه حنفوت بالغرام بعدين المش عذري وعذري وكذا. بالاكسبت السؤال بيقول انه انا بحب انه تكون الايماج دو مارك تبعيتي كمصمم ازياء، كونك انت مصمم ازياء تلبس ثيابي او تكون هي الايماج تبع تصاميمي. نادين جيم، ورد الخال، سيرنا عبد النور. اذا بنحكي عم نحكي فاشن بس. ايه فاشن. فاشن اي جو سيرنا عبد النور. اي جو سيرنا عبد النور. بلوك بفضل هيدا المنتج ينقي لي الصبيه اللي بدها توقف حدي لانه بيفهم على راسي. ننقي اقل واحد بيفهم عليك لانه بلوك هيدا. اقل واحد؟ اقل واحد بيفهم عليك. مروان حداد، زياد شويري، الي معلوف. الي معلوف. الي معلوف اقل واحد بيفهم علي. بلوك لالي معلوف. اذا بيج لايك لمين على الكاميرا؟ مع اشاره بليز. بيج لايك باللي انت بدك اياه. بيج لايك. مش دارس دروسك؟ بلا دارس. بيج لايك بعطيه لسيده ريما فرنجيه، لانه هالامرأة اللي انتقلت من عالم التلفزيون لعالم الشمال لعالم السياسة، وصارت شخصية كتير مهمة ومحبوبة. وهذا الشيء أنا لمسته بإيدي لأنه أنا يعني أصحاب مع أهل الشمال. وكتير لقيت هالحالة الشعبية اللي حواليها، وأون بلوس هي بتتعاطى بعالم الفن كمان. تعمل اهدنيات ومهرجانات وهذا الشغل. بلغني لها هلا اهدنيات، يمكن اذا شفت صوتك هلا تغني لها هيك. اوليك ننتقل من عالم ال 3 2. هلا دغري بدك تشاركي. زي الهوى يا حبيبي، زي الهوى ترارارارا، من الهوى يا حبيبي، من الهوى يا حبيبي. بريك وبعد لايك. بيتر سمعان لايك. نشفتي لي ريقي.
لايك بيتر سمعان لايك بيتر. هلا وصلنا على ديسكونكتد شاتنج، الاسئله اللي مش مترابطه. اوكي محفوظ دغري على السؤال. انت بحد ذاتك فيلم يعني، بس اطلع على قصتك بحد ذاتك فيلم. اول شيء شوك انه شفت اهلك بمشهد جنسي على بكير. شو ما بعرف اذا منعكس ايجابي هلا او شيء. لا لا هلا خلص تحررت من الشغل. ايه بدنا نسال الاطراف الثانيه. الاطراف ولا طرف؟ الاطراف. بعدك عالمي؟ عالمي. وبعدين في تجربه المخدرات لتنسى، وحلو انك بتعترف وطالع منهم. بعدين في صراحه اللي بتكلفك كثير اصلا، انت دغري بتقول الاشياء. طب ليك هيدا انا بدي عنوان للفيلم هيدا. تاع كله تاع كله تاع كله بس في السليم دلوقتي. ايه اكيد. بس بدي اقول لك شغله، انا سلاد. هالسلاد فيها كتير ingredients، فيها الاشياء اللي بتلدع، فيها الاشياء اللي كتير طيبة. سو الواحد اذا بده يقبلني بده يقبل هالسلاد مثل ما هي. بس طلعت من هالاشياء كلها هلا. كتر خير الله. كم مرة انغرمت لحد العطب؟ 3 مرات. بعدك بوحدة فيهم؟ لا. طب يعني هلا طب يعني بتطلع وراك دخلك بقارن الرجال؟ يعني هلا اذا بتجي نمبر 4 دائما بتقارني. ليك اول مرحله بتقارني، بس بعدين بترجع بتقلعي بالشغله لانك بتنسي الماضي. وخاصه عم نحكي اذا في غرام. ايه. اذا ما في غرام بتضلك تقولي لا لا 2 احسن، 3 اضبط، 1 طب بتنقي تفاصيل يعني ولا لا؟ انا زلمه تفاصيل، ام فريك ديتيلز. كارثة اللي عم تسمعنا الرابعة حتفل. لا لا أنا كارثة، عم بقلك كتير بعمل ديتيلز. يعني مثلا أنا هلأ شفتك، أول ما شفتك عملت لك سكان من فوق لتحت. في شي عندك اعتراض على شي؟ تحت الهواء تحت الهواء. بس الكلسات الصيفيات. جرسنا قلت لك تفكروا مسؤولين هون صيفيات. بحياة الشاب بشكل عام، لما البنت تسأله أنت عم بتقارني بأشياء حميمة بتسأله هذا السؤال، بتكذب بهالمحل ولا هون ما بتكون صريحة؟ لك إذا بدك تجرحي أكيد لازم تكذبي، لأنه مش لازم تضايق الشخص اللي قدامي. بس البرنسيب مش لازم تكذبي فيه، بس أوقات بتعملي صياغة. بتقول انه العلاقه الجنسيه ضروريه لكشف الانسجام الجنسي 100%. ايه حتى انه قبل الارتباط، لانه عارف حالي وين رايح. لانه ما نكذب على بعضنا، حالات الزواج اللي بصير فيها طلاق من بعد ما يتجوزوا اغلبيتها هي بسبب العلاقات الجنسيه وبسبب الملل. احيانا من علاقه كان فيها كيمياء احيانا. ايه بس اوقات اذا مش يعني السكس كثير مهم بهيدا العصر، حاجه نكذب على بعض. طب هيدي الكيمستري انت ما فيك تلمسها احيانا من مجرد انك تطلع على حدا؟ عذري؟ لا مش عذري، بس انه احيانا مجرد تطلع على حدا بتحس انه في كيمستري معه او لا. شو حسيتي هلا؟ هلا انا ما فيني اقول لك على الهواء. لا انا بس بعرف انه اغتيال بعد الحلقه امتى. انا بحس انه العلاقه الجسديه هي توازي العلاقه الغراميه يعني الفكريه. كتير مهمة تقدري ترجمي الفكر للجسد، لأنه إذا بيصير في كلاش بين هدول الشغلتين بتصور بيصير في العلاقة عم بتضيع. عملت أولاد البلد بيتر، وأكيد عندك خبرة بين أصحابك بزيجات مختلطة. أكيد. مين الأكثر انفتاحاً أي طائفة على زواج المختلط بكل صراحة؟ صدقيني ليكي لأنه أنا مسيحي، يمكن أنه عندي اختلاط أكتر بديانتي. بس صدقيني قد ما في تزمت بالمسيحية في تزمت بالديانة الإسلامية. بس بشكل عام في طائفة بتشوف أنه كتير في منا زواج مختلط؟ بحس أكتر شيء يمكن لأنه عندي أصحاب دروز بحسهم شوي عندهم انفتاح أكتر من المسيحية ومن الإسلام. والله؟ إيه. هيدا على كل حال كثير ايجابيه، يعني خاصه بعض الاخبار اللي حين بتطلع على حالات معينه بعمم. لا هيدا ما عم بقول لك، هيدا التطرف بتشوفيه عند المسيحيه بتشوفيه عند الاسلام بتشوفيه عند هذا شيء حلو. هذا شيء حلو. عم تعمل خيانات مشروعه؟ لا اسمه مسلسل عشق النساء. عشق النساء اقوى ولا عشق الرجال؟ ليكي العشق هو عشق، بس المرأة إذا عشقت وقررت تنتقم من وراء العشق تبعها بيكون يا محلى انتقام الرجل. مين رح ينتقم منك بعشق النساء؟ ميس حمدان. وقدرت ما تنغرم بميس بشرفك؟ أنا ما انغرمت فيها ومغروم فيها ورح انغرم فيها. في شي يعني على الطريق جدي؟ بالمسلسل إيه. سي بنت حلوة على كل حال. خيانات مشروعة على كل حال مش أنت اللي عملته، بس السؤال إنه في خيانات مشروعة؟ بهذا العصر؟ أكيد. معك انت اذا غرقت بحب ممنوع او بعشق ممنوع بتقلب الطاوله؟ يعني اذا انت مرتبط او هي مرتبطه بتكسر الطاوله. حلو. بتخرب بيوت يعني. ايه لانه عم بقول لك انا في عندي الشغله الوحيده اللي بتخليني انه افقد صوابي اذا كان عندي عشق وغرام لدرجه الكلايمكس، يعني خلص خابطه معي على الاخر. اذا بكتشف انه في عندي خيانه ممكن اقلب الطاوله هالمره وكسر الطاوله. حبيت شي مره مجوزه؟ ايه يعني ايه تطول هالقد يعني ايه؟ ايه عم تحضرنا هلا؟ ما بعرف بطلت معاه يعني؟ بلا ما نحكي عن جوز.
تحكي عن جوزها؟ بتصور ايه. ليه جوزها بتعرفه؟ ايه يعني عم تخونه له كمان؟ مش صديقه. إلها حق هي تخون؟ الغرام ليك الغرام الديفينيشن تبع الغرام مش دائما هو الديفينيشن يعني لازم تكون مظبوطة. الغرام ممكن اوقات يكون حالات مرضية وانهيارات و اتسترا اتسترا. بس انت مبرر هذا الشيء بس قطع بعدك فيه؟ لا لا لا. وراء كل رجل عظيم امرأة، مين وراك؟ صلاة والدتي الله يرحمها. او لك سياسيين مين وراهم؟ نسوان او نسوين او والدتهم. أنا سوينهم اللي الشخصيين أحسن منهم أحيان. معقولة. صاحباتهم بركي مش معقولة. يعني ليك عالم سياسي. لا علي عم نشوفه من الأداء عم بحكي هلا. إيه بدي لك شغلة، عالم السياسي أنا بنظري بيوازي هو عالم الفن. أي. الناس السياسيين اللي عندنا بالبلد هن اسم الله عليهم ستارز. يعني هيدي الإيجو تبعيتهم كمان كتير عالية لدرجة إنه أوقات ممكن توديهم لمحلات مش منيحة. لا بس ستاتهم فيهم يكونوا منيح. هلا ما تشوف ستات الرياضيين شو عم بيصير فيهم كمان؟ شو عم بيصير؟ يعني أكيد الرياضيين لأنهم عظمة أكيد مش ستاتهم اللي وراهم، حرام يقولوا هالمحل إنه لا بس كمان إنه خانقوا كمان. ليش دائما بدك تكوني فيمينيست وتعطي الحق للإمرأة؟ ممكن يكون في وراء كل إمرأة عظيمة رجل أو لك؟ أكيد. طفشها يعني لا طلعت منيحة ولا لا شو؟ مش بالعكس إنه الواحد بيساند الدنيا مساندة. كلمة عانس كلمة بشعة بيتر، بس تعرف إنه أحيانا الرجال إذا بقى أعزب هو بيكون وضعه أصعب من المرأة، ما بعرف ليش. ليك إتس تشويس. ليش ما في مذكر لهالكلمة؟ أنا بلاقي إنه المرأة إذا قررت إنه تضلها لحالها ما تتجوز والرجال يضل لحاله هيدا خيار. أنت مقرر هيك؟ لا ماني مقرر. منك مقرر هيك. سؤال، شهرزاد ذكية ولا جبانة؟ شهرزاد لعوبة. لعوبة هيدا جديد كتير. بس انه ما بعرف شو الإيجابية انك تستميل جزار. لأنه في حب البقاء. انت مصمم أزياء. اللي عرفتهم لبستهم؟ لبست كتير وشلحت كتير. انا ما تجرعت اسال مش معقول شان كيف تحكي هيك حكي على هوا مش مسموع. طب ليكي انت ليه بتحبيني؟ ما بتحبيني لاني حقيقي؟ بلا لا لا بالعكس هذا الحكي حقيقي اصلا. انا حاطه سؤال ما استرجيت اقوله. طيب خلينا نروح على الانبوكس لحدا عن جد لبستوا دخلت بتيابهم يعني؟ ايه حلو بس هالشيء بتعرف؟ اكيد. لمين تبعت من كل عقلك؟ ببعت من كل عقلي لعون وجعجع وبقول لهم نسيتوا تجارب سنين التسعين وكل شيء صار بيناتكم وكل التناقضات. أنا مني لا مع هيدا الطرف ولا مع هيداك الطرف، بس يا ريتكم تتعلموا من الماضي لأنه هيئتكم عم ترجعوا تعيدوا نفس التجارب. مع مين رئيس أنت؟ مع حيالله حدا بيقدر يجمعنا كلنا سوا وعلى القليل يخليني آمن بلبنان أنه بلد عندك حر اسم مستقل. يعني ما عندك اسم؟ بحب زياد بارود. بحب زياد بارود. من كل قلبي لمين؟ زياد بارود ماشي نجم بالبرنامج. من كل قلبي بقدم تحية لكل منتج وكاتب وممثل بحاول أنه يحمل معه الدراما اللبنانية على كتافه وينشرها بالدول العربية لأنه عم بيحاولوا يقوقعونا أكثر بهذا البلد. أنت بتشتغل سياسة، أنت ماشي كل شغلة فيها وراها مبررات كتير. لا وحي ما فيها جواب. بلا البوسة لمين؟ بدنا أسامة. البوسة لإليسا. إيه بس بدنا إياها مع صوت إذا لإليسا. إيه اللي بحبها كتير وهي صديقة عزيزة والرومانسية اللي بتغنيها ما في حدا بيضاهيها. شو طالب على الريكرياسيون؟ طالب مجدرم صفاية مع فتوش. كل هول؟ طيب دبروا راسكم بريك ومن بعدها مجدرم صفاية مع فتوش ولايك بيتر سبعان لايك. بحبك لشو؟ بحبك. طب ليش قايل انه اذا بتقول بحبك بدمع هيك ما دمعت؟ لا بالعكس. ما تكون عم تكذب. لا لا بحبك. لانه سمعتك عم تقول بس قول بحبك لحدا احيانا يمكن دمع وما بنام من القلق بكيت فيه، يعني في مقابلات حضرتها بكيت قلت ليه هالزلمه هيك عم بيعملوا. حسب الكونتكست اللي عم بتحطي فيها الشخص. هلا معك مش ممكن اقول لك بحبك انا وعم ببكي، بقول لك بحبك. مرتي بتشبه اي نجمه من برا؟ انجلينا جولي. لبنانيه. شو بنا حلوين نحن ليش؟ ريما كركي. لا جد ريما كركي من جوا. طيب ريما كركي. طب بدك هي ما سمعتوها بحطوها. خلي الفون كول. انت مين طالب تحكي؟
لك لايك وديسلايك. الدكتور ميشيل ظاهر. دكتور ميشيل ظاهر على الخط، بحكي معه انت بيتر، معه دقيقه ساله شو لايك وشو ديسلايك. مرحبا. الو. مرحبا. كيفك؟ عظيم، يعطيك العافيه، المقابله كثير حلوه. بدي منك تقول لي بكلمتين الله يخليك، اياها اللايك واياها الديسلايك، وفيك تحكي اللي بدك اياه، انا معي ما في سانسور. اول شيء حبيت باللايك صراحتك، حبيت كمان انتقائك لشيرين عبد النور كموديل، هيدا كثير اوكي. والديسلايك دكتور؟ وصراحة هي الصراحة تبعولك كمان ديسلايك. صراحة تبعولك ديسلايك. برافو عليك. طب هدي بس برافو عليك. مجدرة. تفضل شرفنا شوية مجدرة. شكرا دكتور، شكرا دكتور. وكمان مجدرة ديسلايك. ليش بحب هو شو بده؟ ثانك يو. شكرا. مجدرة ديسلايك، معنا مجدرة أكل. لا أنا غرامي. جايك كومنتس لايك بيقولوا أنه أنت حدا كتير حساس وصريح ومباشر وبحبوا تمثيلك، وهن من إيمان أزهري وصلاح بازومخ وبارع سلوم. والديسلايك جاي أنه لا، اللايك هي حساس وموهوب ولكن حزين من الداخل. كلهم لايك. هيدا الديسلايك، سوري لحظه ضعت. اللايك هي انه انت حساس وصريح، والديسلايك انه انت حزين من الداخل، من ايمان ازهري وصلاح بازونخ، واللايك من شرب السليمان. انت ليه حزين من الداخل؟ طلعي شفت اللي قلتي لي اذا بحبك وبتنزل دمعتك. ايه يعني هلا هيدي الجمله اللي قالوا لي اياها معهم حق، لانه ليك شو صار فيي. ليك مش معقول شو حساس انت. ايه كثير. ما بعرف في قد ايه انا بوزيتيف بحياتي ومتفائل، بس وقت برجع لحالي بلاقي في كتابة قلبي بيضل في حزين. ما بعرف انت قلت لنا عم تتعالج، بعدك عم تاخذ شيء ادويه؟ لا لا طلعت يعني من هالشيء. هيدي ما يعني ما بنتدوى انه هو حب الفعل. انت لا حساس. لا انا حساس زياده عن زوم، الواحد بده يتعايش مع هذا الاحساس. انا ما شايفه هيك ابدا. خلينا نشوف الانستغرام شو منقي لنا صوره. مين هيدا؟ شو القصة؟ هيدا أنا ببداياتي بالمسرح اللبناني مع شكيب خوري. شو بتكتب على ظهرها للصورة؟ بقول هيدا أيام العز، اللي وقتها ما كان معنا دولار نحط من جيبتنا تناخد تيكت طيارة ونسافر، وهيدا أخذنا عليها المسرحية أرانب وقديسين، جايزة أفضل عمل مسرحي بمهرجان قرطاج بتونس. بس ما محسن يعني، محسن شوي مدخولكم كممثلين محسن؟ بلا، بس عم بقلك بهيدا الوقت يعني كان في بركة. كان في بركة. نكست جيست مصباح الأحدب. على الكاميرا بليز. أوكي. I like about مصباح الأحدب. I don't like about مصباح. اللي بحبه بمصباح الأحدب أول شيء إنه ابن عائلة، صريح جنتلمان ومواقفه ما بتتبدل. واللي ما بحبه فيه إنه نفس المواقف هيدي، يعني اللي هو ما بيسير وما بيبيض بتخسره كتير بعالم السياسة، لأنه يا مصباح مش كل الناس مثلك ولا كل الناس مثلي، أنا بخسر بعالم الفن وأنت بتخسر بعالم السياسة. كل الناس مثل مين يعني؟ مثلي؟ لا أنت بالعكس، إنه بالعكس دايماً عم بقول لك هيدا الشيء. ستاتس الخاص فيك بليز اقراه وعمل له بوست. أنا لا أجيد فن الإساءة لأحد، بل أتقن فن التجاهل وبشدة. وهيدا الستيتس بعطيه لكل حدا أذاني بمقابلة أو حدا كتب أي شيء بطريقة فيها حساسية، فيها زكزكة بايخة، برد عليه بهيدا الشيء. موجعة. ميرسي بيتر على هاللقاء، كتير حلو. ميرسي على المجدرة. لا يمل عن جد. أنا بحبك كتير. يا ريت كان عنا وقت أكتر كنا حكينا في كتير. هلا حيصير في بيناتنا مجدرة وفتوش. طلبتك على كل حال دايما ولائم. نحن بكرة رح يكون ضيفنا 10:30 بلايك هالحكي، لايك مباشرة على الهواء مصباح الأحدب. بكرة أذن لايك مصباح الأحدب لايك.